أنا طفل لبناني، أمي وبي ما سجلوني بدوائر النفوس، يعني اسمي مكتوم القيد. وين حقي بالطبابة؟ وين حقي بالتعلم؟ حقي بالعمل؟ حقي بالزواج؟ حقي بالانتخاب؟ وين حقي بالتملك؟ الهوية بتسمح لي أحصل على كل حقوقي. سجلوا أولادكن قبل ما تنهار أحلامن وأحلامكن. لمزيد من المعلومات التوجه إلى أقرب مختار، لجنة معالجة أوضاع الأطفال المكتومي القيد اللبنانيين. طبعاً مشاهدينا بدي حييكم باليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، وحبيت اليوم ضوي على هالقضية الإنسانية، لأنه لما الطفل بيكون مكتوم القيد يعني يحكم عليه الدخول إلى معترك الحياة بإعاقة قانونية نتيجة عدم إهمال تسجيل في قيود دوائر النفوس، وبالتالي بينعكس سلباً على حياتهم. وللأسف الشديد بالرغم من كل الجهود والحملات والتوعية اللي عم بتصير، بعد في ناس لليوم عم يهملوا تسجيل أولادهم لأسباب وأسباب. حبيت اليوم ضوي باليوم الوطني مع رئيسة لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد المحامية أليس كيروس سليمان. أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذي بركة. يمكن من المناضلات من سنين حتى وصلت يمكن مع مجموعة أكيد أنا بدي حييهم ليكون عنا اليوم الوطني حتى نثبت أكثر حق هؤلاء الأطفال، لأنه منهم صاروا شباب وصاروا اليوم بأعمار مفروض يعملوا عيال، مفروض يكون عند، وللأسف بعدهم واقعين بهالمشكلة. أهلا وسهلا فيك. شكرا ربيكا. نحن معودين على الام تي في ومعودين معك كمان، لأن أكيد دايما نحن متابعينكم مواضيع وأنا بتضحي خاصة لمصلحة الأطفال اللبنانيين. الحقيقة نحن أول ما بلشنا بتجمع الهيئات لحقوق الطفل اعتبرنا أنه لبنان التزم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، يعني إذا وقع وصدق عليها معناتها ملزم بتطبيقها. وانطلاقا من عدم التمييز قلنا نحن حرام يضل بالمجتمع اللبناني ولد بيقدر يتمتع بكل حقوقه وين ما راح وبتوصل له حقوقه كاملة، ولد محروم من أي حق مع العلم إذا كان أهله لبنانية، يعني خاصة الأب لبناني، يعني بيتمتع بكل الشروط يلي بتسمح له أن يكون طفل عادي مسجل يتمتع بجميع الحقوق. ولكن المؤسف أنه مكتوم القيد هو ولد معتم عليه، يعني موجود بالواقع ولكن ليس له أي وجود قانوني، يعني الدولة مجهول من الدولة لأنه منه مسجل بالدوائر النفوس اللبنانية بسجلات الدوائر حتى الدولة تعترف فيه. إنسان حتى مدافن ما عندهم، يعني أشخاص بنعتبره نحن أمبلي موقوتي بيتعرضوا لارتكابات مختلفة لأنه ما عندهم شيء يخسروه، صاروا ناس يأسنين اليوم لا بيقدروا يتطببوا. شفنا الفيديو، هيدا ترجمة للواقع حقيقة المعاش بالنسبة للأطفال وخاصة اللي بتسيطر عليهم اليأس وبيتعرضوا للإتجار فيهم أيضا، وأولاد عايشين على هامش الحياة. أكيد. عشان هيك نحن قلنا حرام يضل في فئة من اللبنانيين مهمشة بهالشكل، خصوصا مريت بالبيت الواحد، بالبيت الواحد ولد عنده هوية خيو ما عنده، لأنه مريت اختلف البي والأم على الاسم شو بدنا نسميه، وراحت العملية سنين وبقي، يعني كمان هيدي صعبة. نحن عملنا فيديو بمشاركة كلجنة، ونحن اللجنة حتى نعطيها حقها لأنه حقيقة لجنة مميزة أشركنا فيها القطاع الرسمي، يعني 6 وزارات معنية اللي هي الصحة والداخلية والعدل والتربية والإعلام والشؤون الاجتماعية، وهولي كلهم معنيين بهذا الأمر. وفي عنا روابط المخاطير كمان، لأنه المختار بيلعب دور كتير مهم على أساس من بعد شهادة الولادة من المستشفى أو من الطبيب وبيتوجه نحو المختار. يعني عملنا عدة حلقات لقاءات مع المخاطير إنه منترجيكم تقولوا لهم يروح يسجلوا الولد،
لأنه في كتير بياخدوا هالورقة وثيقة الولادة اللي بتخرج عن بتصدر عن المختار وبحطوها بالجرار، مع أنه لا، إذا ما تسجل يعني بعده مكتوم قيد. وعندنا كمان نقابات يلي معنية، نقابة القبيلات القانونيات والعدل والأطباء والمستشفيات كمان الخاصة، وجمعيات عندهم مكتومين قيد بيعالجوا هيدا الموضوع مع الشراكة الرؤية العالمية، منظمة الرؤية العالمية World Vision. ولا World Vision بقى هيدي هاللجنة عم تشتغل بشكل انه استشارية، يعني نحن بتلفنونا بيقولونا بليز اذا بتستلمونا هالدعوة كيف، قلنا لهم لا، نحن عملنا لكم اول شيء دليل. نعم. يلي هو دليل كيفية عم نشوفه كيفية تسجيل الأطفال، أطفالنا في دوائر النفوس اللبنانية. هلأ بيخدوه على الشاشة كمان حتى سجلوا أولادكم قبل أن تنهار أحلامكم وأحلام يعني ولا. أحلامهم وأحلامكم ولا. توجه إلى أقرب مختار. يعني بهيدا الدليل نالهم كيف بيسجلوا، يعني بطريقة كتير مبسطة. صحيح. إن كان داخل لبنان أو خارج لبنان. وشو المستندات المطلوبة حتى يقدموا الدعوة. لأنه إحنا بنعرف إنه التسجيل الإداري بيصير من عمر صفر فور الولادة لحد السنة. هلأ هون بتدفعي رسوم كتير خفيفة يعني إيه؟ أما من بعد السنة ما في أي تسجيل، ما في أي هوية بتاخديها إلا بموجب قرار قضائي. يعني أول خطوة بعد الولادة وثيقة الولادة عند المختار أنه معنا مهلة سنة كحد أقصى لتسجيل الولد بدوائر النفوس. هذه بالطريقة الإدارية. بالطريقة الإدارية. في حال تخطينا السنة لا، بصير بدها محكمة بعتقد. أكيد. أكيد. في القاضي المنفرد يلي صلاحيته بتتعلق بالأحوال الشخصية، هو يلي بينظر بهيدا بالحالي. بس بدي شيء هون عليهم أنا، لأنه نحن كل دورنا توعية. صحيح. هيدا دور اللجنة يعني. ولا دور اللجنة هي التوعية. مشان هيك نحن عملنا دليل حتى غير هيدا. دليل قانوني. نعم. واللي عملته القاضي رنا عكوم يلي هي عضو فاعل باللجنة، حتى كيفية تقديم الاستمارة الدعوة الاستدعاء، إنه كيف بيقدم الواحد الدعوة إذا طلع عليه مش بحاجة لمحامي. أكيد. بالمرحلة الابتدائية هني مش بحاجة لمحامي. وهني أبداً. وين متوفرين هالاستمارات؟ هيدي المتوفرين بدهم يتصلوا فينا، يعني بدهم يتصلوا بالورد فيجن حتى نحن نقول لهم كيف بتقدموا. نعم. للدعوة. وحتى أقلام المحاكم يعني بيقدروا يساعدون، لأنه الشخص هو الفئة 18 سنة هو بيقدر يقدم الاستدعاء الدعوة، ودون 18 سنة أكيد الوصي أو الولي الأمر أو اللي مهتم بالولد، ولكن بشكل كتير مفصل لدرجة أنه ما هم بحاجة لمحامي. أكيد. إذا طلع قرار بالبداية عن قاضي المنفرد واحتاج لاستئناف، ساعتها بحاجة لمحامي، لأنه بتدخل هيئة القضايا بالدعوة تتحقق الدولة أنه مزبوط الحكم يلي طلع إثبات نسب و دي ان اي، بده يعمل فحص الدي ان اي. صار عندنا بلبنان هذا الفحص الحمد لله، قبل ما كان هلا صار. ايه هلا لو كان مكلف بس كمان يمكن ضروري، بس نحن كلجنة كشرط من الشروط. كشرط من الشروط اكيد، لانه بركي طلع منه بيو 100% منتحل صفة. سعينا الحقيقه بكل جهد مع معالي وزير الصحه عدة لقاءات انه بليز هالولد المعدوم، هالاهل المعدومين يلي عندهم اربع اولاد وبياخذوا 250 الف على الفحص الدي ان اي، انه على القليله اذا كان في قرار من القضاء بيقول انه هالولد مزبوط مكتوم القيد، يعني مكتوم يعني في اثبات انه مكتوم، في اثبات. والثاني شغلي انه هو متعثر، يعني مش ممكن يقدر يدفع قرش، انه تساعدوه بهالمجال وتعطوا الفحص مجانا على حساب. ما قدرنا توفقنا، ما قدرنا توفقنا. وهلا مع هالظروف الحاليه اليوم صارت اصعب بكثير. هلا بكثير، ولكن هذا الشيء ما بيمنع انه نشجع الناس انه ما يترددوا، ما يخافوا انه تكون معاملات طويله ولا لا، يعني بتستحق انه هالولد يكون له اسم، له هويه، له كيان. إذا بدي هو اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية بتقلك لكل إنسان الحق بهوية وبيحافظ عليها.
مفروض انه موجود. مشان هيك في حالات كثيره في الولد غير الشرعي ساعتها غير شيء بده دعوه جنسيه ساعتها، في الولد خارج اطار الزواج، وهون هون اذا الاب اختفى كان ولد خارج اطار الزواج واختفى الاب وما حب يقر فيه لانه اهم شيء الاقرار تيقدر يثبت انه هيدا الولد ولده، ساعتها الام إذا قبلت لأنه بتعرفي كأوضاع اجتماعية يمكن ما تقبل، إذا قبلت الأم ساعتها فيها تسجل على خانة بيا، يعني بيدخل بخانة الأب، بخانة الأب بالعائلة بتصفي من عائلتها. وفي حالات كتير صارت يعني بلبنان. وبالإضافة بس بحطوا اسم الأب مستعار لأنه الأب منه موجود ما بيقدر أكيد. نحن بعد الفاصل متر أليس كيروس رح نفصل أكتر كيف يعني أطفالنا منسجلهم بدوائر النفوس، شو المطلوب اليوم، وكمان كلجنة إدارة تقدر تواكب المتعسرين. فاصل ومتابع. طفل لبناني، أمي وبيي ما سجلوني بدوائر النفوس، يعني اسمي مكتوم القيد، وين حقي بالطبابة؟ وين حقي بالتعلم؟ حقي بالعمل، حقي بالزواج، حقي بالانتخاب، وين حقي بالتملك؟ الهوية بتسمح لي أحصل على كل حقوقي. سجلوا أولادكم قبل ما تنهار أحلامهم وأحلامكم. لمزيد من المعلومات التوجه إلى أقرب مختار، لجنة معالجة أوضاع الأطفال المكتومي القيد اللبنانيين. يعني مدام متر أليس كيروز سليمان، قديش صعبة على الولد هيك بس يبلش يوعى يشوف هو مغير عن كل الأولاد، كيف بده يتصرف إذا بينقبل بالمدرسة يمكن ما بينقبل، إذا بينقبل إذا بده يفوت على مستشفى ما بيقدر يفوتوه على مستشفى، قدي صعبة على حياته، بتوصل كمان ليأس لانتحار لشي ولا لا؟ لا لا كارثي كارثي. ولد بلا هوية إذا لاحظتي أول ما بيبل أول شيء شفتي صوته هذا صوت استعطاف. نعم. ونحن بنقول ممنوع أي ولد موجود على الأرض اللبنانية، طبعاً الأهل اللبنانيين أنه يتركوه، جريمة على الأهل أنه يتركوه بدون تسجيل. وإذا لاحظتي أول ما ببلش يحكي بقول أنا طفل لبناني أمي ما سجلوني، بتلاقي وجهه الوجه مجهم، بعدين بقول هوية بتعطيني كل حقوقي. مزبوط هذا حق. وبعدين في أسف يعني عندي ملاحظة، أنا في كتير نحن من اللبنانية بتزمروا أنه لشو الهوية اللبنانية ولشو، وفي ناس محروق قلبها تقدر تحصل على هالهوية. نحن بسياق الحلقة بس بلشنا قلنا انه اليوم بس يولد الطفل مفروض دغري من بعد المختار أكيد. نسجل لعمر السنة. طيب بعد عمر السنة شو لازم نعمل، شو الخطوات حتى يتسجل؟ تربية هني هلأ بيتصلوا فينا نحن من قلن، نحن مثل ما عم بقول لك كدليل لألون مستشارين لألون بنوجههم، نحن ما بنتعاطى ولا بنستلم دعوه ولا شيء لانه اللجنه كلها بنيفول هي تطوعي، رساله ارتقيناها لألنا وماشيين فيها. هو لازم يقدموا استدعاء بقلم النفوس يلي هي بقلم المحكمه امام القاضي المنفرد المدني يلي بيهتم بالاحوال الشخصيه، ماشي بده شهادة ولادي تكون معه، وثيقة ولادي صادرة عن المختار، بعدين بده إخراج قيد عائلي، وثيقة زواج إذا في، وأيضا إثبات النسب يلي هي بتأمنها الهيئات الدينية. ساعتها بيقدمه للوراء وبيبلش بالدعوة. هلأ هون القاضي ببلش ينظر بالدعوة ويحقق إذا مزبوطين هولي المستندات. تاخد كتير وقت؟ شوفي عم تاخد هلأ في أوقات استغلال لقلهم كمان، هذا الشيء بأسف لقله بس يعني اللي عم نطالب فيه نحنا أنه تكون الإجراءات القانونية حقيقة مختصرة. هل في من تعديلات قانونية معينة اليوم عم تقوموا فيها كلجنة حتى تسهل أكتر؟ نحنا تقدمنا بثلاث اقتراحات قوانين. أول شيء تعديل مادي بقيد وثائق الأحوال الشخصية، تتصير الأم وخاصة قاضي الأحداث يقدر هو كمان يقدم طلب لتسجيل الأطفال.
غير الأب والولي والوصي. يعني إذا القاضي كمان إنه هي بتسهل كمان أكيد أكتر. لأنه هو دجا الحماية بده يأمنها، الحماية القانونية هو قاضي الأحداث وفقا للقانون 422. هلأ في شيء تاني كمان، اقتراح تاني، إنه يجعل الولد حسب المادة 25 من قانون 422 إنه المكتوم القيد هو ولد معرض للخطر. نحن بنحميه، بدنا نحميه، حرام نخليه هيك. ساعتها بيحميه قاضي الأحداث بكل النواحي. الاقتراح الثالث هي عقوبة الأهل بفصل يلي هو بيتعلق بموجبات العائلية، إنه كل أهل ما بيسجلوا أولادهم بالوقت المناسب يعتبر عملهم جرم جزائي يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة اثنين، لأنه حرم أولاده من حياة طبيعية، حرموا من كل حقوقه. لأنه ما في إلا وزارة التربية مثلا، نحن بنعرف وتفهمنا نحن وياها وعندنا مندوب من وزارة التربية، أنه بموجب التصريح يلي بتعطيه قوى الأمن بيقدر يفوتوا على وزارة التربية بيعلمون، لأنه يعني على المدارس ولا فوتوا على المدارس يعني اليوم، ولكن ما بيقدروا قدموا شهادات. ما هي المشكلة، ما في قدموا شهادة، بفوتوا على بيطلع ولد منه جاهل. بالنسبة للسفر للأمن العام بيسهل الموضوع؟ شو يعني شو المطلوب اليوم؟ شوفي بهيدي السي باسي عرفتي ممكن ممكن، ولكن مش أكيد. ولكن في شيء بلفتوا أنه الولد الخلقان بالخارج كمان، هذا الدليل نحن لافتين له، الأنصل أنصل لبنان في الدول الخارجية بيقدر يلعب دور مأمور النفوذ، بيقدر يلعب دور القاضي، وبيودي الوراء مع المستندات أكيد المطلوبة بوديها لوزارة الخارجية، وهون وزارة الخارجية بتتحقق من الأمر إذا كان الأوراق. هل مشاريع قوانين اللي ذكرتي عنها وين صارت اليوم؟ عم بتابعوها؟ في تجاوب مجلس النيابة أو كمان هيدي الظروف يلي هيدي مع الظروف، الظروف اللي عم بتزيد؟ وهلأ اليوم ما فيها ننسى قديش خايفانين من وباء الكورونا طبعاً. لأنه نحن اتصلنا ب يعني عم بيكون في أولويات مريت بس، ولكن هيدي شغلة أساسية بالحياة ونكون عاد عنده هوية. أكيد نحن اتصلنا بلجنة الطفل والأم، نعم، على أساس أنه يبلشوا يدرسوا هيدا المواضيع، وناطرين منهم هلا اجوبه. طبعا قد ما رجعتي انت بيكون افضل كثير منيح لصالح الاولاد. نحن اليوم يعني حبينا هيك نضوي معك بهاليوم الوطني، لانه ضروري يكون عندنا يوم وطني. عندنا شيء فكره قد ايه في اطفال مكتومي القيد لبنانيين؟ في احصاءات يما في حوالي كيف؟ أول شيء بدي أقول ليش اليوم الوطني ما كان بالأساس أول ما بلشنا باللجنة. صحيح. ما كان يوم وطني. ولكن طلبنا من معالي وزير رشيد درباس، نعم، النقيب، وقت اللي كان وزير شؤون اجتماعية، النقيب رشيد درباس، أنه بليز خلينا نعطيهم هيك صفة وصمة حلوة. صحيح. واليوم الوطني مش حتى نحتفل فيه، لا، حتى نضوي، على هيدا الموضوع، نزيد توعية ونقول لهم لهالأطفال يلي معدومين حرام مهمشين إنه نحن شو عملنا لكم خلال سنة. هيدي كانت الغاية منها. نعم. إنت العدد تقريبا ما في. تقليك شاري، في حدا قال إنه أحد المؤسسات إنه 80,000. نحن ما أخذنا فيه لسبب بسيط، مش عدم احترام للعدد اللي قدموه، ولكن منفضل إنه الحملات التوعية من برنامجنا أنه تصير بكل المناطق اللبنانية بالتعاون مع نقابات المحامين. عم بتزوروها؟ عملنا ببيروت، عملنا بطرابلس، هلأ المرحلة الثانية بعكار. والإحصاء بيصير عبر مين؟ الخدمات، مراكز الخدمات؟ بتساعدنا مراكز الخدمات، لأنه طلبناها من وزارة الشؤون الاجتماعية. ساعتها بيكون عنا عدد تقريبي بس في تجاوب ماتر أليس مع هالحملات؟ بتلاحظ صار في وعي أكتر، في تجاوب أكتر، في تجاوب عند اللي صار عمره 18 سنة هني عم ببادروا لوحدهم. أنا بدي ألفت نظر، لأنه لو عمرك 60 سنة بدهم تقدري، دعوة النفوس ما بتمر بمرور الزمن، ما بتموت. نعم. بمرور الزمن بتضلي تقدري، بقى 18 وما فوق بيقدروا أي ساعة كان يقدموا، شرط يجيبوا المستندات المطلوبة. أكيد. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم، بدي أتمنى هاليوم الوطني يكون إعادة نظر، يكون عنا ضمير الأهل خصوصا، أنه كتير مهم الطفل اليوم ما تنهار أحلامه وأحلامنا، يعني
تصوروا حدا ما قادر ما له قيمه بحياته. بس نفكر هيك. شكرا لحضورك. انا بدي اقول انه الاعلام عنصر اساسي، نحن حاضرين اساسي لنشر التوعيه حول هذا الموضوع. حاضرين، بشكركم. اللقاء بكره اكيد بجدد مع الحل عنا ام تي في. الى اللقاء.